خالد، أبحث في الجزيرة عن الأشياء الجديدة التي لم أرها من قبل، فالعالم يبحث باستمرار عن كل جديد. ما أروعك يا صديقي! ما هذا؟ يبدو أنه شيء مميز. هذا معدن يا خالد. المعدن مادة صلبة، وهو مادة غير عضوية، موجودة في الطبيعة، ولذراته ترتيب ذري منظم، وتركيب بلوري واضح، وتركيب كيميائي محدد. وكيف تشكل المعادن؟ هناك طرق عديدة لتشكيل المعادن. هيا يا صديقي، أخبرني بهذه الطرق. الطريقة الأولى، طريقة التبريد البطيء للصهير الصخري الموجود في باطن الأرض، حيث تتحد الذرات بطريقة منتظمة وتكون أنواعاً خاصة من المعادن. الطريقة الثانية، طريقة التبريد السريع للصهير الصخري نتيجة وصوله لسطح الأرض، ويسمى حينئذ لابا، وينتج عن ذلك أنواع أخرى من المعادن. الطريقة الثالثة، طريقة التبخر، وهو ما يحدث لماء البحر عند تبخره، فيتكون عن عملية التبخر باللورات الملح، وكذلك باللورات لمعادن أخرى ومنها الجبس. الطريقة الرابعة، طريقة الترسيب، وهو ما ينتج عن ترسيب المواد الذائبة في الماء والتي لا يستطيع الماء حملها، فتبدأ بالترسب على شكل مواد صلبة كما في تجمع باللورات معدن الفلورايت. وهل للمعدن خصائص؟ بالطبع، فللمعادن خصائص تمكننا من التعرف عليها، ومن أهمها الشكل البلوري. البلورة هي المادة الصلبة التي تحوي ذرات مرتبة بشكل منظم ومتكرر، وتتركب معظم المعادن من مجموعات من البلورات. تأخذ البلورات أشكالاً مختلفة في العديد من المعادن، منها بلورات سداسية الأوجه كما في معدن البايرت. والشكل البلوري يساعدنا في التفريق بين أنواع المعادن المختلفة. الانفصام، ويعني انفصال المعدن عند تجزئته إلى قطع ذات سطوح ناعمة ومنتظمة وعاكسة للضوء، كما يحدث في معدن المايكا، أو في ثلاث اتجاهات متعامدة كما في معدن الهالايت. المكسر، ويعني انكسار بعض المعادن وتحولها إلى قطع ذات سطوح خشنة كما يحدث في معدن الكوارتز. اللون، يمكن أن تعرف بعض المعادن من خلال اللون، مثل معدن الكبريت الذي يتميز بلونه الأصفر اللامع، ولكن هناك بعض المعادن التي تظهر بألوان مختلفة كمعدن الكوارتز، ومعادن أخرى مختلفة قد يكون لها نفس اللون. المخدش، هو لون مسحوق المعدن الذي ينتج عن حك المعدن بقطعة خزف بيضاء سطحها خشن، تسمى لوح الخدش. فمعدن الهيماتايت له مخدش بني محمر. اللمعان، ويقصد به وصف انعكاس الضوء عن سطح المعدن. وهناك معادن تشع كالفلزات، وأخرى لها إشعاع لؤلؤي أو باهت غير فلزي. القساوة، وتعرف القساوة بأنها قدرة أي معدن على خدش معدن آخر، وهو ما جعل الجيولوجي السويسري موس عام 1882 ميلادية يصنف المعادن حسب قساوتها. فالمعدن الذي يمتلك درجة أكبر في التصنيف وهو الماس يمكنه أن يخدش معدنا له درجة أقل في نفس التصنيف، وهو ما يظهر في جدول موس، حيث تلاحظ أن معدن التلك هو أقل المعادن قساوة ودرجته 1، ويليه معدن الجبس بدرجة قساوة 2، ثم معدن الكالسايت ودرجة قساوته 3، ويحتل الفلورايت المرتبة الرابعة من حيث القساوة بدرجة 4، ثم الأباتايت في المرتبة الخامسة بدرجة قساوة 5، ويحتل الفلسبار المرتبة السادسة من حيث القساوة بدرجة 6، ثم الكوارتز في المرتبة السابعة بدرجة قساوة 7، ويأتي التوباز في المرتبة الثامنة بدرجة قساوة 8، ويحتل الكوراندم المرتبة التاسعة من حيث القساوة بدرجة 9. أما الماس فهو أعلى المعادن في درجة القساوة، حيث تبلغ درجة قساوته 10. والآن، هل لديك شيء آخر يا صديقي لم تخبرني به؟ نعم،
فهناك المعادن الشائعة، وهي المعادن المكونة للصخور، ومن أمثلتها معادن السيليكا النقية، وهي معادن تتكون من أكسجين وسيليكون مثل معدن الكوارتز. المعادن السيليكاتية مثل الفلسبار، وهي المعادن المكونة لأكثر من نصف القشرة الأرضية. المعادن الكربونية والمكونة من الكربون والأكسجين، كما في الحجر الجيري. معدن الجبس، وهو متوافر في قيعان البحار القديمة المتبخرة. معدن الهالايت، كما في الملح الصخري. والآن يا خالد، لخص لي ما تعلمته اليوم. حسناً، لقد تناولنا معاً خلال جولة اليوم تعريف المعدن، وهو مادة صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة، ولذراته ترتيب ذري منظم، وتركيب بلوري واضح، وتركيب كيميائي محدد. كيفية تشكل المعادن؟ طريقة التبريد البطيء للصهير الصخري، طريقة التبريد السريع للصهير الصخري، طريقة التبخر، طريقة الترسيب. خصائص المعادن: وهي الشكل البلوري والانفصام والمخدش والمكسر واللون واللمعان والقساوة، بالإضافة إلى المعادن الشائعة كمعدن الكوارتز ومعدن الفلسبار والمعادن الكربونية. السلام عليكم، اليوم إن شاء الله راح ناخذ درس جديد، هو الفصل العاشر اسمه المعادن، صفحة 181. صفات المعادن، ناخذ المعادن وراح نشرح صفات المعادن واستخدامات المعادن. يقول هنا للمعادن صفات واستخدامات مختلفة. ما أهمية المعادن؟ عندها صفات وعندها أهمية. هسه جينا نشرحهم ونعرف شنو صفاتها وشنو أهميتها. هاي صفات المعادن. يقول المعدن جسم صلب غير حي. المعدن جسم صلب غير حي. شوف هاي الصور كلها صلبة. هاي معادن، صورة معادن صلبة. شنو يعني غير حي؟ شنو هو الغير حي؟ يعني كل شيء ماكو، لا يأكل، لا يشرب، لا يتنفس، لا يتحرك، يعني أي شيء ماكو غير حي. للمعادن صفات، شنو صفاتها؟ منها اللون والصلادة واللمعان. لون، صلادة، واللمعان. وتوجد المعادن بكثرة في باطن الأرض. وين توجد المعادن؟ في باطن الأرض وفي التربة وفي قاع البحار. باطن الأرض بالتربة وفي قاع البحار. وما هي صفات المعادن؟ سجلناها هيئات: لون، صلادة، لمعان. لون، هاي صفات المعادن: لون وصلادة ولمعان. نجي نقول ما هو المعدن. يقول لعل الزائر لسوق الصفافير في المدينة. شنو سوق الصفافير؟ هذا سوق موجود في المدينة. وين موجود؟ هنا عندنا بغداد طبعا، موجود قريب على الشورجة، تقريبا بشارع الرشيد موجود. هذا السوق اللي رايح وشايفه انتوا اذا رايحين ويا اهلكم، هو كل عباره عن، بس اشرح لكم وتفهم. يلاحظ ان اغلب حرفي هذا السوق شو يستخدمون؟ معادن. هناك هذا اللي يدوق وهذا اللي يسوي، كلها هناك موجوده بسوق الصفافير. وشنو شو يستخدمون؟ معادن مختلفه لصناعه الاواني واللوحات والادوات. يسوون اواني، يسوون هاي الاشياء اللي كلها يدقوها. تصير هي هناك. ليش سموا سوق الصفافير؟ اكثر شيء كانوا يستخدمون صفر ويدقوه ويسوون من عنده، يستعملون من عنده الاواني، كذلك اللوحات وكذلك الادوات. واذا نظرنا الى الصخور في يوم مشمس، الدنيا شمس طالعه، وشفنا الباوع للصخور، لرايت ان بعضا منها يلمع. ليش تلمع هاي الصخور؟ ليش الصخور تلمع باوع هاي الصوره؟ هاي سنة اليوم شمس كلش قوية، وهاي الصخور شفناها قامت تلمع. ليش تلمع هاي الصخور؟ لأنها تحتوي على معادن كثيرة. كل ما الصخور تلمع معناها شنو؟ بيها معادن أكثر من غيرها. شوفوا هاي لاحتوائها على اللمعان. ليش قلنا نشوفها تلمع؟ لاحتوائها على المعادن. ليش تلمع؟ لاحتوائها على المعادن. فالذهب والفضة والحديد والجرافيت والنحاس والألمنيوم، شنو ذولا كلهم؟ معادن. ذهب، فضة، حديد، جرافيت، نحاس، ألمنيوم، كلهم شنو؟ معادن. شو تكون طبعا مألوفة؟ يعني احنا شايفيها، كلمة مألوفة يعني شايفيها. توجد المعادن وين؟ في باطن الأرض قلنا، وفي التربة وفي قيعان البحار. أكو بالأرض وبالتربة وفي قاع البحار.
ولكل معدن إلى صفات تميزه من سائر المعادن الأخرى، يعني صفات كلهن وحدة تختلف عن الأخرى، أبد ماكو صفة تشبه الثانية. هذا المعدن يختلف عن المعدن الآخر. بدل ما هو المعدن هو جسم صلب غير حي متكون في الطبيعة. شنو المعدن؟ جسم صلب غير حي متكون في الطبيعة. شوفوا هالصورة هاي، عشان هي كلها هاي معادن، معادن الصخور متكونة من معدن واحد أو أكثر. هاي الصخور متكونة من معدن واحد أو أكثر. من أين توجد المعادن؟ إيش قلنا؟ في باطن الأرض وفي التربة وفي قيعان البحار. هاي وين توجد؟ في التربة وفي قيعان البحار وفي باطن الأرض. هاي شن هي المعادن؟ يقول ما هي صفات المعادن؟ هسه راح نجي نعرف شنو هي صفات المعادن. يقول عند التجول في أسواق المعادن، يعني أسواق المعادن كأسواق الصاغة، الصاغة يعني منو؟ ذول الصياغة اللي نشتري من عندهم الذهب. وكذلك سوق الصفافير، قلنا منو سوق الصفافير؟ هذا الموجود بالشورجة. إذا رايحين ويا أهلكم أكو أطفال ممكن يروحون يشوفون، والأهل يقول مثلا يعلم الابن، شوف بابا هذا فلان شي فلان شي. الصناعية، إذا لما نتجول بهاي الأماكن اللي هي سوق الصاغة وسوق الصفافير والمنطقة الصناعية، بماذا تشترك هذه الأسواق؟ هذول ثلاثة من الأسواق بيش تشتركون وبيش يختلفون؟ بماذا تشترك هذه الأسواق وبماذا تختلف؟ كل هناك عدة أنواع من المعادن. شنو أكو؟ أنواع من المعادن، ولا يوجد معدنان متشابهان. ماكو هذا المعدن ما يشبه هذا، أكو اختلاف كلش بينهم، ماكو تشابه تام، لازم أكو اختلاف. فالذهب، الذهب شبيه براق، كل إحنا شايفين الذهب. التوقس إذا بنات أكثركم لابسين تراش وقلايد وتعرفوها. الأولاد شايفين حلقة اللي تلبسها ماما مثلا، أو القلادة أو السوارات اللي يلبسوهن اللي تلبسهن ماما، هذا الذهب. فالذهب هو براق وصلد ولونه أصفر. الذهب براق وصلد ولونه أصفر، هذا الذهب. معدن، إجينا الفضة، إذا الذهب معدن، إجينا الفضة، الفضة أيضا هي معدن. شنو يكون لونها؟ لونها فضي. شنو لونها؟ فضي وأقل صلادة من الذهب. تشوفون الفرق، كل واحدة تختلف عن الأخرى. الفضي، الفضة لونها فضي وأقل صلادة من الذهب. جينا عليه من الحديد، لونه داكن أتكن وأصلد من الذهب. لون الحديد شايفين كل إحنا الحديد، مثل درج الحديد تلعبون بالمدرسة، لما تلعبون المدرسة مصعدون الدرج وتنزلون الحديد، شلون يكون؟ احنا طبعا دائما يكون الحديد مع المدرسة مصبوغ، لكن بالحقيقة هو اللون ما تكون داكن. فالحديد لونه أتكن وأصلد من الذهب وقليل الصلادة مقارنة بالماس. هو صلد لكن لما نقارن بالماس يكون أقل مقارنة بالماس. والماس صلد إلى درجة أنه يقطع الفولاذ. هذا الماس صلد جدا إلى درجة شنو شي يسوي؟ يقطع الفولاذ. إن معدن جرافيت، هذا عندكم معدن جرافيت طبعا لون أسود، هو غامق وهش. الجرافيت غامق وهش. والياقوت لونه أحمر وصلد وبراق. صار كم معدن عندنا؟ ذهب فضة حديد وماس وجرافيت وياقوت، هاي كلها معادن، لكن كل واحد منها يختلف عن الآخر بصفاته. بس إيش قلنا؟ الجرافيت شبيه غامق وهش. الياقوت أحمر وصلد وبراق، أحمر وصلد وبراق. جينا اللون، قلت تختلف المعادن في ألوانها، كل واحد لون. فمنها الأصفر، مثل إيش الأصفر؟ الذهب. والفضي كالفضة، والأبيض كالألمنيوم. ذول ثلاثة ألوان، الأصفر كالذهب، والفضي كالفضة، والأبيض كالألمنيوم. وقد تتشابه بعض المعادن في ألوانها، أكو معادن تتشابه بألوانها، مثل إيش؟ مثل النحاس. فالنحاس النقي يقترب لونه من النحاس شوية، يقترب لونه من لون الذهب. شوفوا النحاس يقترب لونه من لون الذهب. هذا شنو هو اللون؟ جينا على الصلادة، خشوف الصلادة هي شنو؟ هي قابلية أن يخدش أحد المعادن معدنا آخر، قابلية أن يخدش أحد المعادن معدنا آخر، أو أن تخدشه معادن أخرى. فلو أخذنا سكينة، شوف هذا الولد شو لازم؟ لازم سكين. فلو أخذنا سكينا مصنوعا من الفولاذ، من الفولاذ، فسنلاحظ أنها تخدش إناء نحاسيا. هذا السكين يخدش إناء نحاسي، في حين لا يمكن للنحاس أن يخدش الفولاذ، العكس ما يصير.
هذا شنو هو؟ شرح نلاحظ انها تخدش اناء نحاسيا اللي هو منه هو الفولاذ، في حين لا يمكن للنحاس ان يخدش الفولاذ. النحاس ما يخدش الفولاذ، شوف الفولاذ يخدش النحاس. ليش؟ لانه صلد، لانه اصلد من النحاس. شوفوا الفولاذ يخدش النحاس لانه اصلد من النحاس، صلد يكون. يقول يرتبط اللمعان، اجينا على اللمعان، بيش يرتبط اللمعان؟ بالضوء. بيش يرتبط؟ بالضوء. ويشير الى الدرجه التي يعكس بها سطح المعدن الضوء الساقط عليه. اعيد لكم اياها، انت شويه انتبهوا وياي. اللمعان، هذا اللمعان ايش بيه؟ اللمعان بيش طبعا بالضوء، بالضوء. ويشير الى الدرجه التي يعكس بها سطح المعدن الضوء الساقط عليه. وتختلف المعادن في درجه لمعانها. تشوفون هاي معادن، هاي اربعه معادن. هسه اشرح لكم على واحد واحد. وتختلف المعادن في درجه لمعانها، فالفضه تعكس الضوء الساقط عليها، الفضه طبعا هاي الفضه تعكس الضوء الساقط عليها بدرجه اكبر من الحديد. الفضه تعكس الضوء الساقط عليها اكبر من الحديد، فهي لامعه بدرجه اكبر من الحديد، درجتها لامعة أكثر من الحديد. هنشوف هذا أول واحد. هذا طبعا شنو كلكم أكيد سبس شوفوا راح تعرفوا، هذا الماس. طبعا الماس معدن جدا جميل وجدا غالي، أغلى أنواع المعادن. الماس جدا جميل وجد، هاي ماسة كلش غالي وجدا جميل وغالي، هذا معدن الماس. شوف درجة اللمعان مات المعيل 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 برق برق. جينا على من؟ جينا على الذهب، كل إحنا شايفين الذهب قلت لكم. ايضا درجة لمعانة قوية، تشوفوا درجة لمعانة قوية، هاي صار معدن الماس ومعدن الذهب. هذا شنو؟ هذا الجرافيت، شوف شنو لون الجرافيت؟ اسود. هذا الجرافيت اسود. هسه نجي وحدة وحدة نسوي صفاتهن ونسوي اللمعان مالتهن، هذا يصير اسود. الفضة هاي سبيكة الفضة ايضا تكون لامعة بس مو قوية، سجل نشرح هنا. هاي المعادن وصفات المعادن، عندكم الذهب والماس والجرافيت والجرافيت، هي تبين لون اسود. شوفوا الجرافيت هذا اللون، وهذا الجرافيت شنو لونه؟ اسود. لون الجرافيت اسود. جينا سبيكة الفضة، كلنا نعرف شنو لون الفضة؟ فضي، من اسمها سبيكة فضة، اذا لونها فضي. جينا على الصلادة، الصلادة مالته نجي على ايضا واحد واحد. الذهب شنو؟ الذهب معدن صلد، الذهب معدن صلد. جعل الماس اكثر صلادة، شوفوا اكثر صلادة، اكثر صلادة. الجرافيت شلون يكون؟ هش. الجرافيت بنسبة الصلادة مالته هش. والفضة يكون أيضا صلد، الفضة صلد. جينا على اللمعان، اللمعان هاي الصفة مالته شنو صفته؟ خلينا نجي أول وحدة على يمين على الذهب. الذهب يكون براق، كلكم شو شايفين الذهب يلمع دائما، شوف إنه خاصة إذا سلط عليه ضوء يكون كلش لامع، الذهب براق. الماس أيضا براق، هم ايضا من يخلي عليه ضوء قد حلو يصير يجنن شكله، يصير كلش حلو. الذهب براق والماس براق. جينا على يمن على الجرافيت، الجرافيت ما بي قاتم لونه، ما بي لون باعو قاتم ما يلمع. والفضي ايضا براق، ايضا من يصير عليه لون يبرق طبعا، بس الماس والذهب يكون مالتهم قوة اللمعان اكثر. جينا احنا عندكم هاي طيارة وهاي سيارة، طيارة وسيارة، وشنو بيهن هذن الطيارة والسيارة؟ هل توجد بيها معادن؟ سألني سؤال. يقول هذن اثنيناتن، تشوف الطيارة والسيارة هم بيهن معادن؟ دي يسألني سؤال. يقول أسمي المعادن المستخدمة في صناعة الطائرات والسيارات، شنو مستخدم بيها؟ مستخدم بيها حديد وألمنيوم، الحديد والألمنيوم. الطائرة بيها كل شوية كمية من الألمنيوم، وبيها كل شوية كمية من الحديد. وأيضا السيارة كمية كبيرة من الألمنيوم والأكثر الحديد طبعا، السيارة أكثر شيء بيها حديد. قلنا كيف أميز بين المعادن؟ يقول أنا شلون عندي معادن؟ هاي قلنا كل شوي معادن شرحناها قبل شوية، شلون أميز بينهن؟ من خلال اللون والصلابة واللمعان، لون صلابة أو صلادة نفس الشيء واللمعان. إجا هنا راح يسألني أسئلة، يقول ما هو المعدن؟ قبل شوية حكينا لأن هو جسم صلب متكون في الطبيعة وغير حي. المعدن جسم صلب متكون في الطبيعة وغير حي. لماذا تلمع بعض الصخور عند تسليط الضوء عليها؟ قبل شوية محكينا لما أسلط ضوء قوي على الصخور ليش تكون كلش تلمع ذن الصخور؟ لأنها تحتوي على معادن، كل ما بيها معادن هواي تكون قوة اللمعان أكثر.
كل ما بها معادن هواي قوة اللمعان أكثر. وأوضح سبب استخدام معدن الجرافيت في صنع أقلام رصاص. كلكم عندكم أقلام رصاص وتستخدموها بالبيت. زين، قلت في يوم من الأيام شنو أكو بهذا قلم رصاص؟ قلم الرصاص توجد في داخله مادة الجرافيت. هاي المادة لونها أسود. الجرافيت هي اللون الأسود، هاي اللي من تكتبون راح ينزل لون أسود. فإذا يقول شنو السبب استخدام معدن الجرافيت بأقلام رصاص؟ لأنه يترك بلورات سوداء عند الكتابة. من تكتبون كتابتكم شلون تكون قلم رصاص سودة؟ من يجي هذا اللون الأسود من الجرافيت. ليش الجرافيت ينزل؟ لأنه يترك بلورات سوداء عند الكتابة. يقول لماذا يستخدم معدن الألمنيوم في صناعة علب المشروبات الغازية؟ كلكم يوم يشربون سفنة وبيبسي، هاي القواطي تستخدموها ميرندا، وهاي كلها مو البطالة، العلب يعني قصدي بيها القواطي. ليش احنا نقول ليش نستخدم معدن الألمنيوم؟ ليش نستخدم علب المشروبات؟ لأنه خفيف ولا يصدأ. علبة تكون معدناتها جدا خفيف، جدا خفيفة وما يصدأ. احنا شنو بالعامية نقول ما يزنجر، ما يصدأ يعني أي ما يزنجر. فإذا ليش نستخدم معدن الألمنيوم في صناعة علب المشروبات الغازية؟ لأنه خفيف ولا يصدأ. زين، فسهلنا درسنا يوم، خلص حلو خفيف مثل هذا المعدن ولطيف جدا. وتعالي كيفكم قعدوا بالبيت وراجعوا إن شاء الله ويا أهلكم، راح تشوفوا كلش حلو إن شاء الله يا رب. بقى لنا بس درس واحد ونكمل. يلا حبايبي، شكرا، الله يوفقكم إن شاء الله. باي باي.